متجر ليجنداوي لشحن فيفا كوينز في كافة طرق الدفع، عروض وأسعار رائعة، طبعاً من البند والتصفير، ورح أترك لكم رابط الواتساب والتويتر بالوصف. أفكار كارير مود العشوائية اللي عم بعملها حرقة اليوتيوب يا جماعة، ودعمكم الأسبوع الماضي شيء خيالي خيالي. كل الحلقات وصلت فوق 40,000 لايك، شكرا لكم من الأعماق. اكتبوا لي أي فكرة في التعليقات ممكن تعجبني ونفذها، واليوم الفكرة خرافية صدقوني، الفكرة بتعطيك حماس مليون. فقط عليك تجيب الشاي، تجيب القهوة، تضغط على زر لايك، تشترك بالقناة إذا ما أنك مشترك، ونبلش اليوم نجيب الآيكونز لأضعف فريق بفيفا. وكالعادة أنا ما بحب المقدمات، بلا طول سيرة خلينا نبلش فورا. بحلقة برشلونة استخدمنا المال وقنعنا الآيكونز إنهم يرجعوا لبرشلونة، وبرشلونة اسم يعني ممكن يقتنعوا، ولكن اليوم أضعف فريق بفيفا يا جماعة، فرح نستخدم الجنس اللطيف. نعم اليوم رح نستخدم العنصر النسائي، ورح نشوف الآيكون رح يجي لأضعف فريق، فريق نجمي فقط، فرح اختار هاي البنت. اللهم أني صار أنا ما موجودة باللعبة وكلياتكم تشوفوها عطول. رح نسميها ملك، ورح نخلي كنيتها 2XD. نعم 2XD، ما حدا يخبر عبده ولا حرف، لا حدا يروح يكتب له بالتعليقات. ورح خلي جنسيتها إيطالية، صراحة ما بدها تعديل، معدل وجاء خلاص خلاص اصحى يا اخي يلا هيا بنا. فمنروح على انجلترا، منروح على الدرجة الرابعة او EFL ليغا 2 بالدوري الانجليزي، ومنختار فريق نجمة. لا على التعيين، ولكن بدنا فريق سالفورد سيتي. في ناس كتير بيختاروا صراحة بالكارير مود ممكن، ولكن بدي اضعف فنيوبورت كاونتي ممكن. ميزانية الانتقال عنده 1,200,000، انا راح اخذ شوية دين من فيفا لحتى ناخذ اللاعبين بعقود، مو عقود طبعا، برواتب، ولكن الميزانية مثل ما شايفين درجة رابعة، راح نحاول ناخذه للدرجة الاولى، ناخذ شامبيونز ليج. لهيك روق لي اعصابك واصبر معي وشوف الحلقة لحظة بلحظة، راح تكون حماسية ورائعة جدا. فبسم الله الرحمن الرحيم، كارير جديد يا جماعة، بتوقع انه انتم فعلا تفجروا زر اللايك بهذا الكارير، واشتركوا بالقناة يا جماعة اذا ما مشتركين. فهيا بنا، حرفيا ما بتهمني طاقات لاعبين ولا اسمهم، ولكن شوفوا على هالطاقات 61 63، عندنا 11 لاعب بالملعب، وعندنا هون 1 2 3 4 7، يعني تقريبا 18 لاعب، هدول اكيد لازم نجيب بدالهم ايكون. راح اعمل تخلي لاغلب اللاعبين، ونحاول بعدين نقنع الايكون بالجنس اللطيف. هيا بنا، فمشان ما نتعذب بعرض اللاعبين على البيع وكذا، رح اتخلى عن عدد لاعبين كبير. اعفاء مثل ما عملنا بالحلقه السابقه، نزلت الاعفاء للصفر دولار، يعني ما بياخذوا مني اي شيء، وفيني اتخلى عن عدد اللاعبين اللي بدي اياه. رح نبلش برونالدينيو اللي قبل لسه متعاقد معه، وانا متاكد انه خلص انحلت الامور، لانه رونالدينيو بعمره 19 سنه، هو كان فقير و... فهيا بنا، هيا بنا بسرعه. اوه رونالدينيو والله حلقه ضحك يا جماعه، ومع اني ما أخذ القرار من قبل، اخذت القرار انا وعم صور الحلقه انه اختار البنت. رونالدينيو طوي، لا تطلع على اليمين، اوعك رونالدينيو بزعل منك. فرونالدينيو فقط 77,000، شو رايك بهالنظره يا رونالدينيو؟ اعطيني رايك لنشوف موافق ولا لا. انا بدي اياك 5 سنين، شو رايك تضل معنا بالنادي 5 سنين يا رونالدينيو؟ رونالدينيو خلص نشوف وافق، وافق اكيد. اوه لا بده بس انت رونالدينيو، والله شكله رونالدينيو طلع، ما رح ناكل حق حدا، طلع زلمه نظيف. 4 سنين ليك، شوف عيوني زرق انا، و 4 سنين رونالدينيو بلش يغير رايه. 2 لا 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 لا، طلع هذا شكله مرته معبايه عينه يا جماعه، ما بيطلع الا برا، فخلص بنقبل 2. اذا طلب راتب فقط 33,500، وانا راح اقبل رونالدينيو واقول له اهلا وسهلا لك الى الفريق، ونجحت بالاختبار صراحه، ما كان يوافق على كل طلباتي. راح نشوف هلا مين اللاعبين اللي بيوافق على كل شيء. اوه رونالدينيو يا لا تطلع الدنيا رمضان يا رونالدينيو. اذا اول لاعب عندنا بناخذه لوسط الميدان حاليا عشوائيا، وبعدين بنغير لهم مكانه ونظبطهم. رونالدينيو الكام هلا الميزانيه، حاطين صفر للرواتب، يعني ما بعرف شو هالمنطق هذا، انا كلياتها بدي اياها رواتب، ما بدي ميزانيه شراء. خلينا نشوف زين الدين زيدان عامل لي فيها شخصيه وما بعرف شو. زين الدين زيدان لما كان شب هيك كام، لنشوف زين الدين زيدان من تحت لتحت رح يجي هيك ويوافق على كل شيء ولا لا. تعال زيزو تعال. او زيزو انا عاشق لاعبك يا زين الدين زيدان، زيدان من نظره راح فيها. هلا انا رح اقول له حاسم، اذا قال ايه خلص اعتبروا انه الشبكه وقعت على زين الدين زيدان. زيدان شو موافق ولا لا؟ نعم رائع، هذا ما كنا نأمله. زيزو شو رايك 5 سنين تجي لعندي على الفريق؟ 5 سنين مع اضعف فريق في الدوري الانجليزي لنشوف. كله بده 2، معناها هي استراتيجيه من فيفا، لما يكون اللاعب قوي جدا ويجي على درجه رابعه بده 2. فانا راح اقول له ايه، ما راح اضل اصر عليه، راح اعطيه 150,000 دولار.
من ملك 2XT. ما تقولوا له يا شباب اوعكم، اللي ما بيعرف 2XT يبحث وبيعرف شو. المهم فاذا عرضنا له راتب 150,000، زين الدين زيدان ياتي الى اضعف فريق بفيفا. سيناريو الخيال يا جماعه، زين الدين زيدان او زيزو، والله لا بدي لاعب يكون يا جماعه شو ما قال له شو ما تقول له الله. هلا هو مات فمارادونا لنشوف، هلا بتوقع انه مارادونا ما راح يحكي شيء. خلينا نشوف مارادونا، دييغو ارماندو مارادونا هل سيتوه من نظره؟ والله شكله من البدايه حط عينها على مارادونا وراح تجيبه للفريق ملاك 2XD. فهي مارادونا او مظبط اموره وشعرات يا عين. هلا هو بده حاسم، انا راح اقول له ايه انا بوافق لك يا حاسم، ولكن بدك تيجي 5 سنين، شو رايك؟ عم يقول سنتين كمان، فما بدي فاوضه، بس راح اجرب مع مارادونا لنشوف 3 سنين. اذا وافق فبيكون هو اضعف من زيدان رونالدينيو. شو رايك يا مارادونا؟ مارادونا شكله حيوافق. مارادونا مارادونا الوحيد اللي قبل 3 سنين، على ولا قلت له 5، لو قلت له 10 كان رح يقول لي امرك. المهم هو عم يطلب راتب 64,000 ومكافات ومشاركات، فانا رح اقول له مارادونا شو رايك؟ خلاص انا موافق على كل شيء بدون مفاوضات، بس تعال على اضعف فريق في الدوري الانجليزي الدرجة الرابعة. خلينا نغير شوي، وهالمرة خلينا نجيب فاندر سار، بما انه شاب وسيم وحلو هيك، زبط له هالبنت الحلوة، تتزوجوا على سنة لاورا سولو. فحاليا اجانا الدنجوان فاندر سار، مو كل حلقة نجيب نفس الحارس وكذا، فهالمرة رح نغير ونستقبل فاندر سار. اهلا وسهلا. اوه عامل لي تقيل وما بعرف شو. سنتين انا ما فارق معي، مو بس انت عيونك خضر وانا كمان عيوني خضر، وعندي مارادونا بالفريق، اللي بدي اياه بيعمل لي يا مارادونا يا فاندر سار. تجاهل الشرط الجزائي، راتب 19,500، فانا رح اقول له موافق فورا لانه ما اعطاني وش ابدا. طبعا ملاك اللي عم تحكي مو انا، ملاك 2XD. فهيا بنا اذا فاندر سار الى الفريق. يا هلا، شكله ندم، هلا ندم على اخر نظره. خلينا نجيب اليساندرو نيستا هاي المره كمان للدفاع. نيستا يا هلا وسهلا، قومي وقفوا لك، قومي اجا نيستا يخرب بيتك تفضحينا قدام الاجانب. عرضي على نيستا انه يكون حاسم بالفريق وشوفوا لي ردت فعله يا ملاك 2XD. فاذا وافق اوه نيستا شو هالنظرات، لا نيستا شكله هو اللي راح يصير كابتن الفريق. اذا نيستا الى الفريق اهلا وسهلا بك. خلينا نجيب كمان كارافارو، بما انه ولا بمره ما جبته يمكن بالكارن مود او كذا، فا ببايرن ميونشن. خلينا ناخذ نسخه ثانيه من كارافارو يكون عملاء احرار. نعم ما بدي انا اشتريك اسا من النادي وادفع لك، روح من هون. نجيب كارافارو المراهق، خلينا ناخذ واحد اصغر ويكون حر لحتى ندفع له بس راتب. فكارافارو كارافارو يا عيني يا كارافارو، افضل لاعب بالكره الذهبيه بعصر كان مليء بالنجوم يا جماعه هذيك الايام، واخذها قلب دفاع المنتخب الايطالي. هل انت ات الى اضعف فريق في فيفا 4 سنين؟ او من الاول كارافارو ليك وشوفوا على التقيل بيشتغل، بس هو من تحت لتحت على فكره، فما بده شرط جزائي، ضل الراتب عرضوا علي للراتب وخلصنا من كل الامور. امسك 70,000 وتفضل على الفريق يا كارافارو، شو رايك بالموضوع؟ اوه حلو، لا تقيل كارافارو، ما عطاه هيك معرم عسل. اذا هذا عرض جيد، عميلي سعيد بذلك. اوه كارافارو ويلكم. خلينا ناخذ للال بي بيتيت. الال بي طاقاته يعني مو انه هو الخارق، ولكن بالنهايه نحن عم نطور اضعف فريق في العالم، فراح ياخذ وقت. فبهاي السنه والسنتين فنحن راح نحاول انه يتطوروا هدول اللاعبين اللي بايدنا ونشوف النسخه الاقوى منهم. بيتيت مظبط شعرات يا عيني، لابقين لبعض على سنه الله ورسوله يا جماعه. فشو رايك يا بيتيت؟ قولي يا بنتي زوجته كنفس لك، انا فكرت حالي عم زوجهم 100,000 بس لانك حلاوه يا ملاك يا 2XD، فضحتينا. مو تعطي مصاري هيك يمين يسار، لسه عندنا 24 لاعب بدنا نعبي الفريق، مو لانه شعره اصفر ومظبط اموره وعيونه ملونين تجي تعطيه. خلاص يا ملاك يا 2XD 2XD اللي بيعرف عم يضحك. فهيا بنا هيا بنا، خلينا ناخذ زامبروتا. والله شكله هذا مشكلجي، الله يستر يا جماعه. شوف زامبروتا معصب يا جماعه، زامبروتا خلصي معه يا ملاك 2XD بسرعه، بده 5 سنين قلت لكم معصب، هو اللي عمل بده 5 سنين. طيب ملاك مو قلنا لك جي بيهم، بس مو كل هالشيء تطلعي فيه هذا بمشكلجي. زامبروتا راتب 21,000 يا فقير، تعال الى الفريق تعال. طلباتك لا تسلمي عليه، اوعك تسلمي هاند شيك نو ملاك 2XD لا راحت فيها. شوف عم لا اكلت هوا. حاليا اصعب عمليه شراء هي للظاهره رونالدو اللي باي كارن مود ممكن اشتريه من الايكونز، لانه لاعب
خارق حارق متفجر، ولكن هذا رونالدو شيء كبير انا بحبه، ما برضى له انه والله يشوف بنته ويجي على الفريق فورا. فرونالدو طلباتك مهمه، ملاك 2 اكس دي هذا لاعبي المفضل، فبتمنى منك انه تلتزمي تحترمي حالك ولا تطلع ملاك يا 2 يا اخي خلاص. رونالدو راح له 5 سنين، اذا 5 سنين راح ينزل من عيني، راح ينزل من عيني رونالدو الظاهرة. رونالدو رونالدو راح الصبي من بين ايده، لا يا رونالدو بوس ايدك لك لك، صار لي ساعة بمدحك او انت الوحيد اللي قبلت بخمس سنين، يخرب بيتك طاقاتك 96 هي شقفت بنت ملاك 2X دي، صلحينا الموقف وخلينا رونالدو الظاهرة يبين بشخصية قوية هيك يعني قدام المتابعين. والله ما عاد في شخصية خلاص، 5 سنين وافق بنظرة واحدة يا رونالدو. أنا كنت بتوقع إنه هذا أكتر واحد يعذبني، زيدان لك 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 مارادونا، مارادونا 3 سنين وأنت 5 سنين، لا يا رونالدو. وش رأيكم يا عيال ندور على تيري هنري؟ والله تيري هنري ال دبليو حلو، خلينا نجيبه خلينا نجيبه المرة ويكون في تغيير. تيري هنري مظبط، عامل دعاية مع جون سنان ومظبط سنانه وجاي هلا وملمع صلاته بالزيت الزيتون الطبيعي، وملك 2 XD تيري هنري عندك، يلا خلصي على الموضوع بسرعة. الله يا تيري هنري، الله يا قاتل يا محطم قلوب العذارة. شو رأيك تيجي على فريقنا يا تيري هنري لخمس سنين؟ ملك 2 XD نظرة فابتسامة فقبول أم ماذا؟ آخ يا تيري هنري، آخ اللاعبين اللي ما توقعت إنه يعمل، يا أخي تيري هنري كل واحد الصلعان يا جماعة، أنا اكتشفتها الصلعة تيري هنري رونالدو الظاهرة. مين في لسه عنا أصلع؟ هلا رح نجيب السلاعبين هدول، خلص هدول يا جماعة، يلا خلينا نمشي. تيري هنري أي تهي يا أخي إيش بي، خلينا نجيب بالار دبليو بيست. هلا انا ما جربته كتير، شكله غير اللي قبله، انه على اساس انه ممكن هذا يقبل بخمس سنين فورا، ولكن اوه هذا جاي من فيلم 1900 وخشبه يا جماعه. 5 سنين شو رايك يا جورج بيست؟ انا ما بعرف شخصيتك، ما بعرف عنك شيء، فهلا من خلال جوابك رح اعرف. هذول الافلام القديمه يا جماعه بيخوفوا، 1900 وخشبه فورا رح يقول ايه. اذا شكرا لملاك 2 XD عملت لنا تشكيله نهاريه، ولكن لازم نجيب احتياط. اقل شيء رح تجيب اللاعب اللي موجودين هون، هلا احتياط الاحتياط مو علينا، ولكن رح جيب هون تقريبا 7 لاعبين وحارس احتياط لحتى نقدر نمشي من الدرجة الرابعة للدرجة الأولى. المتعة بدأت، فخلينا ندور على لاعبين أحرار معروضين على السوق فورا بدون أي شيء. آخذ فرناندو توريس، وآخذ من هنا آخذ فان نيستلروي، ومعاه يجي هدية. خلينا نجيب ياشين بس هالمرة نسخة ضعيفة ونحطه احتياطي، كارلس بويول نسخة ال 86، النسخة الضعيفة من خوليت 86، ديفيد بيكهام كمان النسخة الضعيفة 87، كمان بنعمل له تفويض وتقريبا بنكون اقتربنا من نهاية المفاوضات. ضل عنا لاعب واحد، شو المركز اللي ما أخذناه؟ ممكن سي بي، خلينا مع فرانكو باريسي وناخده ونعمل له تفويض، وهيك بتكون اكتملت التشكيل الاحتياط. يا ناس تحترم حالك، مدرب فورا من اول يوم عم تبعت لها واتساب، شو هات ارحب بك ترحيبا حارا يا ملاك، ردي عليه بشيء انه تطعجي وتنزل معنوياته. امامنا عمل لنقوم به، ورجع فرح حتى كمان يا حبيبي. اذا تم قبول عروض 4 من اللاعبين رح ناكدهم هلا. اذا فريق كامل كله ايكون يا جماعه، وكله بمركزه وكله رائع جدا، واخذت لاعبين متوسطين يعني مو الايكون، الايكون اللي فقط يمكن الظاهره النسخه القويه ومارادونا وزيدان وخلص اسف. فحاليا بعد ما جمعنا هاي التشكيله متحمس حماس الارض لحتى اشوف هاي التشكيله كيف راح تأدي بهاي الدرجة وبالدرجات القادمة من الدوري الإنجليزي. إذن المدرب الناجح أخذت مدرب الشهر بالشهر الأخير من الموسم طبعا، ومركز أول بالEFL ليغا 2، والمفاجأة أنه نحن وبالدرجة الرابعة أخذنا الإمارات كاب يا جماعة مبكرة. شكرا لكم على التهاني الحارة، وفزنا على المان سيتي 3-2، الكربا وكاب خسرنا مع السبيرز 2-1 بالربع النهائي، جيد أخذنا هاي البطولة اللي ما بعرف شو هاي، بابا جونز تروفي، ومباريات الجي 2 ما أنا موجودين فيها. فحاليا صعدنا للدرجة الثالثة ترتيبا طبعا، هي الEFL ليج 1. خلينا نشوف وضع الفريق، هل هناك مشاكل؟ ما في أي مشاكل، لاعبين مبسوطين وعم يتطوروا. فإذا بالموسم الثاني طلعنا المركز الثاني مع الأسف، ولكن بفارق فقط 4 نقاط. كويك بارك رينجرز طبعا هو المتصدر ب 106 نقاط يا جماعة، ولكن سجلنا 105 أهداف، شيء محطم. خسرنا بضربات جزاء بكأس الدرع الإنجليزية أمام المان سيتي، لا بأس. الإمارات كاب فاز المان سيتي فيها، وين وصلنا نحن؟ للنصف نهائي خسرنا مع السبيرز، الكاراباو كاب كمان خسرنا بالنهائي، النهايات كلها عم نخسر فيها.
هاي البطولة فزنا فيها 3-1. طبعا كنا مشاركين بالويفا يوروبا ليج فأخذنا البطولة. نعم يا جماعة ونحن بالدرجة الثالثة الإنجليزية أخذنا بطولة اليوروبا ليج. فإذا بما أن الثاني سنة لا تفكروا أنه نسيت، لأنه أغلب اللاعبين راح تنتهى عقوده فلازم نجددها، ما عدا طبعا رونالدو الظاهرة اللي 5 سنين الله يسامحك بس. أوه رونالدينيو ما بده يتجدد العقد، الله معك رونالدينيو، أنا ما راح أحكي معك شيء. فإذا اقتربنا من البريمير ليج وحاليا نحن بالتشامبيونشيب الموسم الجديد، ما في عنا مشاكل ولكن اغلب اللاعبين الايكون صاروا مع منتخباتهم الوطنية وعم يمثلوهم بتركوا الفريق. رونالدينيو خان الفريق. هلا انا صح حطيتك احتياط بس هذا ما بيعني انه تروح تترك الفريق. اذا راح رجع عملاء احرار يا حبيبي يا عيني، تعال لعبك كرة قدم. يعني تركت النادي ورحت عملاء احرار، تعال هاي امسك، ها امسك 400-500 ألف راتب يا اخي، خلص ارجع. اذا رونالدينيو قبل العرض فيلا خلينا نحطك اساسي. ملاحظين التطور باللاعبين؟ شوف زيدان صار 98، مارادونا 98. فاذا نيوبورت كاونتي فريقنا اللي حطينا فيه الايكون اول تشامبيونشيب يا جماعه ب 121 نقطه، وعلى ما اعتقد بهذا الموسم شاركنا بدوري الابطال. خلينا نشوف شيء. اول شيء خسرنا مع ساوثهامبتون بنهائي الكاس الامارات، بتوقع هن كمان اخذوا الايكون، اشتروا ايكون. السوبر الاوروبي خسرنا فيه مع ليفربول 3-1 طبعا ببدايه الموسم، وهون فز فريقنا فاز بدوري الابطال قبل ما يلعب بريمير ليج يا جماعه. فزنا على مان سيتي، وفزنا 3-2 على اتلتيكو، وفزنا باهداف خارج الديار على ريال مدريد، وفزنا بدور 16 على انتر ميلان، ومرحله المجموعات خسرنا وتعادلنا 0، وفزنا 6 مباريات يا جماعه امام ليو ليبزيك وسالزبورغ. اهم شيء نشوف وضع الفريق. هلا في بعض اللاعبين مستائين من عدم اللعب بتوقع، ولكن بشكل عام حلوين. انتوا رايين مارادونا 98، زيزو اول لاعب بيوصل ل 99. طبعا كاحصائيات رونالدو الظاهره دمر العالم يا جماعه، 67 مشاركه 47 هدف. وحاليا يا شباب الى البريمير ليج، واخيرا فبالبريمير ليج بفارق نقطة واحدة فقط طلعنا المركز الثاني بعد مان سيتي. وبدوري ابطال اوروبا خسرنا بنصف نهائي مع اتلتيكو مدريد 2-1 مع الاسف. مارادونا ترك النادي ومشي، وبتوقع هذا هو السبب. شوفوا حاطين بيكهام مكانه، لازم رونالدينيو، والله ما بعرف ليش هيك اللاعبين عم يغدروا فينا. شوفوا مثلا ليفربول اخذ لويس فيجو عم يستخدمه، اشترى كمان كلايف، اشترى خوليت كمان، اشترى فييرا، اشترى فيرونا يا جماعه، كل لعيبه ليفربول كلياتهم، مالديني، اشلي كول. وانا عم اقول كيف عم نخسر. كارلس بويول كالعاده كالعاده بيشتروا الايكونز وبيطوروهم وبيفوزوا علينا. كارافارو عندهم ايكونز مو طبيعي. شوفوا كالعاده هاي الصوره بتطلع لنا 3 مارادونا بالارجنتين، 1 زانيتي، وعنا ايضا ركا. يا عيني يا عيني يا عيني يا فيفا، دائما بيغدروا فيني، ولكن هاي المره راح احاول اوصل لنهائي والعب النهائي. ولما شوف ارجيكم التشكيله على الواقع، شوفوا تشكيله منتخب البرازيل، عندنا ظاهره، عندنا بيلي، عندنا رونالدينيو، بيلي ثاني. ما احلاهم تشكيلاتهم لما يكون في 2 بيلي. بهذا الموسم اخذنا البريمير ليج بفارق 10 نقاط امام تشيلسي يا جماعه. اذا وصلنا لنهائي دوري ابطال راح العب. وفزنا خسرنا بضربات جزاء بالكاس بالامارات، شو صار معنا؟ ما تاهلنا. خلينا نروح لدوري ابطال اوروبا. اذا راح نواجه الريال مدريد في نهائي دوري الابطال. ملك تويكس دي تعود الينا بعد ما انتهت هاي المواسم وقلبت الموازين من اضعف نادي في انجلترا الى اقوى نادي حاليا. خلينا نشوف ريال مدريد مين اخذين من ستويتشكوف، روبرتو كارلوس، مالديني، فيديك، كارلوس البيرت. يا اخي شو هاد اخذين كمان ايكونز، ولكن عندنا شوفوا زين الدين زيدان 99 ظاهرة 98. ليش المستوى اسطوري يا اخي؟ خلينا نستمتع بالمطلق يعني، حي الله مباراة اذا ما حطيناها مطلق ما بنستمتع فيها صراحة. من نادي مغمور الى افضل نادي في العالم. يعني على الاسماء اللاعبين اللي جبناهم تعاقدنا معهم حاليا، راح نجربهم بنادي نسيت شو اسمه، نيوبورت كاونتي. نعم هيا بنا امام مدريد يا جماعة. لما يكون عندك فريق كله ايكون تقعد بدك تعمل مهارات بكل اللاعبين، ما بقى بدك تسجل اهداف. والله هيك قاعد عم مهر برونالدينيو بالظاهرة ما بدي سجل اهداف، حرام بعدين ريال مدريد وجمهور ريال مدريد ما بدنا نقسو عليهم. بس شوف السيطرة سهلة حتى على المطلق، فينك تسيطر مثل ما بدك. خوليت لمسة ومحاولة وكرة، رونالدينيو شنو هذا؟ ما زالت رونالدو. خلينا هيك نلعبها تيكي تاكا تيكي تاكا. الله
الله الله الله، نهايتها في المرمى، وبتوقع انه هيك استعرضت النادي، ما في داعي نكمل. شكرا لكم على المتابعة، واذا بدكم حلقات بنفس الافكار اكتبوا لي افكاركم بالتعليقات. شكرا لكم على المتابعة ودمتم بألف خير، استمتعوا بالهدف وخلينا نشوف تسديدة رونالدينيو الأخيرة، والسلام عليكم.